شهدت غوطتي دمشق الشرقية والغربية تصعيدا عسكريا مكثفا، حيث استهدف طيران النظام المروحي مدينة دارية بعشرات البراميل المتفجرة، فيما استهدفت طائرات النظام الحربية مدن دوما ومسرابة وحمورية بعشرات الغارات الجوية، وسط تجدد الخلاف والاعتقالات المتبادلة بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. غارة الطيران الحربي. ريف دمشق الشرقي والغربي يشتعل من جديد على وقع القصف الجوي والمدفعي المستمر على مدنه وبلداته. دارية في الغوطة الغربية قصفت حسب مصادر إعلامية بنحو 25 برميلا متفجرا خلال 48 ساعة الماضية، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين. البراميل المتفجرة وقذائف المدفعية والهاون لم تتساقط وحدها على دارية، حيث ترافقت مع مناشير ورقية ألقتها طائرات الأسد على المدينة، دعت الثوار للتخلي عن سلاحهم تاركة حرية القرار لهم، فالوقت قليل. وختمت المنشور بتوقيع القيادة العامة للجيش. غوطة دمشق الشرقية شهدت تصعيدا عسكريا جديدا أيضا، حيث أصبحت مدن وبلدات الغوطة اليوم الجمعة على وقع غارات مكثفة بعد أن ودعت أمس الخميس 17 شهيدا. ناشطو الغوطة أكدوا أن طائرات النظام استهدفت مدن دوما ومسرابة وحمورية بأكثر من 20 غارة جوية، ما خلق حالة من الذعر بين المدنيين. هجمات النظام الجوية والمدفعية استوجبت حسب المسؤولين في مدينة دوما إلغاء صلاة الجمعة تفاديا لمجزرة قد يرتكبها طيران النظام بحال استهدف أحد مساجد المدينة. التصعيد في الغوطة الشرقية لم يكن من جانب قوات النظام فقط، حيث عاشت الغوطة طيلة اليومين الماضيين حالة من الاعتقالات المتبادلة بين فصيلي فيلق الرحمن وجيش الإسلام، التشكيلين الأبرز للثوار في الغوطة. الاعتقالات المتبادلة في الغوطة أثارت لدى المدنيين والناشطين الخوف من عودة موجة جديدة من القتال بين الطرفين، كتلك التي حصلت في شهر أيار الماضي والتي راح ضحيتها العشرات بين مدنيين وعسكريين. وللوقوف أعزائي المشاهدين على آخر الأحداث في ريف دمشق، ينضم إلينا عبر سكايب مراسل حلب اليوم في الغوطة الشرقية منصور أبو الخير. أهلا بك منصور. بداية، ما حصيلة الغارات الجوية على الغوطة الشرقية وماذا خلفت حتى اللحظة؟ نعم أحمد، أكثر من 20 غارة جوية استهدفت عدد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية. كان النصيب الأكبر لمدينة دوما، أكثر من 15 غارة جوية استهدفت أحياء سكنية. أيضا بلدة مسرابة كان لها نصيب، حموريا، حرستا والشيفونية كلها تعرضت لقصف جوي بالإضافة لقصف مدفعي. طبعا استشهد أثر هذه الغارات 3 شهداء في كل من دوما ومسرابة، بالإضافة لأكثر من 60 جريح توزعوا على كل هذه المناطق. طبعا هذا القصف هو يعتبر غير مسبوق على الأحياء السكنية المدنية ضمن الغوطة الشرقية ما بعد الهدنة التي أعلنت في الشهر الثالث من هذا العام. طيب منصور، ماذا عن الخلافات بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام؟ هل لازالت الاعتقالات متبادلة بين هذين الفصيلين؟ طبعا تم الإفراج على بعض المعتقلين من قبل الطرفين الذين اعتقلوا خلال اليومين الماضيين، بينهم القاضي أبو الفرج. خرج هذا من معتقل فيلق الرحمن يعاني بعض الجروح ضمن هذا ضمن الاعتقال الذي تم. طبعا هذه الخلافات هي تعتبر سلسلة مشاكل عالقة بين الطرفين لم تحل إلى هذه اللحظة من بعد الاتفاق الذي حصل ما بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن. إلى الآن لجنة المفاوضة بحل الخلاف لم تستطع إنجاز البنود التي تم الاتفاق عليها بشكل كامل، وهنالك إلى الآن أمور عالقة ما بين الطرفين لم تحل حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غوطة دمشق الشرقية مراسل حلب اليوم منصور أبو الخير.